ضمن الموضوعنا الرئيسي واليوم بمناسبة جميلة إيش حنتكلم؟ اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون مشاهدينا راح نتحدث اليوم عن أجمل ذكرياتنا والأعمال اللي شاهدناها على شاشة صغيرة من طفولتنا ولحد اليوم. وكمان راح نتكلم عن تحديات الإعلام المرئي التقليدي وكيف نظرتنا تجاهه اليوم. كل هذه الأسئلة أكيد لكن بعد التقرير. التلفزيون اللي عمره أكثر من 80 سنة ما خسر حتى اليوم موقعه ولا يزال أكبر مورد للمواد المصورة. وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 21 نوفمبر كيوم التلفزيون العالمي. هذا التاريخ منه مجرد احتفال بالأداة بل بالفلسفة يلي بتمثلها. هذه الوسيلة اللي أصبحت الوحيدة لعقود من الزمن لتحمل عدة مواضيع وتشبع حاجات المشاهد صارت ذكرى عند الجيل اللي عاش بدايات وصول التلفزيون إلى بلده واجتماع العائلة بكامل أفرادها أمام شاشة صغيرة ما بيزيد بثها باليوم الواحد عن فترة محدودة كأنهم عم بيطلوا على العالم من نافذة صغيرة بينتقلوا فيها إلى عالم آخر. وصحيح أن التطور حمل معه ابتكارات تقنية على التلفزيون اللي ساهم بكثير من الأوقات بالأحداث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عالميا، إلا أنه أيضا حمل التطور تحديات على هذا العالم. ورغم اتجاه الكثير من أفراد جيل الألفية إلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي لمشاهدة البرامج والمسلسلات، إلا أنه اقتناء أجهزة التلفزيون ما زالت عم تتزايد، خاصة وأنه التلفزيون تمكن من خلال عدد كبير من القنوات أنه يحول الصراع مع وسائط البث الناشئة إلى تكامل وتعاون متبادل. عشان نتكلم أكثر عن التلفزيون وتحديات وموقع اليوم بين الإعلام التقليدي والحديث، طبعاً حبينا نستقبل قبل ما تكون هي زميلة، نبغى نقول إن هي صديقة، هي أخت تغريدة الهويش، مقدمة برنامج أم بي سي في أسبوع، وقلنا إحنا نجلس وإحنا نتكلم إيش رأينا كمان في الإعلام وكيف كان وكيف صار. أهلا وسهلا. صباح الخير. أول شيء صحناك بدري ولا ما صحناك؟ لا بالعكس، أنا أصلاً على فكرة يعني أنا مرة سعيدة. أول شيء صباح الخير يا عرب، صباح الخير لكم سارة وهاني. الله يسعدك. أنا سعيدة إني أتكلم عن هذه المناسبة المهمة طبعاً بالنسبة لنا كلنا، فكل عام وأنتم بخير. وإني يعني أجي أتكلم عنها في برنامج يحمل جزء كبير من ذكريات طفولتي. صباح الخير يا عرب. طبعاً قبلكم ما تسكنوا لكن هذا البرنامج جداً رائع وجداً جميل، وهو من أبرز البرامج اللي في ذاكرة المشاهد العربي بالتأكيد. يعني الله يسعدك. إيش موقع التلفزيون في حياتك اليوم تغريد؟ طيب خلينا نتكلم أول شيء سارة عن أكثر سؤال بينطرح علينا وأكيد بينطرح عليكم أنت كمان هاني نفس الشيء. هل التلفزيون له مستقبل؟ هل التلفزيون رح يعيش؟ الإجابة عن هذا السؤال طبعاً رح يعيش، وهذا الشيء إحنا طبعاً لازم لما نقوله يكون وفقاً لدراسات وفقاً لتجارب سابقة. يعني إحنا نعرف أن الإعلام، فكرة الإعلام هي موجودة من بداية البشرية صح؟ نعم. سواء الخطابة، بعدها الصحف الورقية، بعدها طبعاً لما جاء الراديو كان شيء وثورة عجيبة. نعم. وقالوا لما طلع التلفزيون أن الراديو رح يموت. صحيح. لكن الراديو ما مات. صحيح. بعد التلفزيون جت مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدها جت أيضاً مواقع إلكترونية. نعم. وكل شيء جاء بعدها والبودكاست، وكل مرة نتوقع دائما انه في الوسيله اللي قبل راح تموت. نعم. لكن بالعكس كل وسيله وكل منصه لها جمهورها الوفي ليها والمخلص، وعشان كذا ما اعتقد ابدا انه التلفزيون راح يموت. واختلاف المحتوى كمان اعتقد تغريد يمكن. نعم. كنا بنقول انا وهاني قبل انه اي شيء حدث كبير مهم اول شيء تسويه تفتح التلفزيون تبغي تشوفي لانه المصدر موثوق. يعني صح. كمان اوقات كثره المنصات جداً. المصدر اوقات يضيع الخبر، اوقات الخبر يطلع غلط اصلا. صحيح. ويمكن تكلمنا على تحقيق الاخبار هذه في حلقه ثانيه، قاعد نقول انه قد ايش الواحد لازم يشوف التاريخ. صحيح. صحيح. من وين جاء بالضبط. قبل ما حتى ننشر هذه الاخبار. صحيح. بس قولي لنا ذكرياتكم ايه؟ التلفزيون بس نقطه المصداقيه هاني هذه جدا مهمه ساره. كمان يعني الان لما يصير اي حدث مهم جدا وخاصه الاحداث السلبيه نشوف زي ما ذكرتي انه نفتح التلفزيون او نفتح تويتر ونفتح الحساب الرسمي قناه العربيه اللي من القناه للحدث. صحيح. لرويترز كل هذه وكالات الانباء الرسميه. نعم. اللي هي اصلا مصدرها الرئيسي او وسيلتها الرئيسيه في نهاية التلفزيون. تغريد ما شاء الله أنت نشيط على السوشيال ميديا ومواقع التواصل ولك دور وتأثير. كيف تشوفين أنه هل هو بين التلفزيون والسوشيال ميديا تنافس هادي ولا في شراسة أو تكملة؟
صحيح أنا أو تكملة, أو تكملة. كيف؟ أعتقد أن العلاقة ما بين التلفزيون وما بين المواقع التواصل الاجتماعي هي علاقة تكامل مش علاقة تفاضل, لأنه في النهاية زي ما ذكرنا قبل شوي موضوع المصداقية يعني ما في صراع والموثوقية ما في صراع بينهم؟ لا ما في صراع أبدا. والجميل في الموضوع ليش تكامل؟ الآن أصبحنا نشوف أن التلفزيون قاعد يستفيد من السوشيال ميديا والعكس صحيح. اليوم بنشوف كيف مثلا منصات هي أصلا منبعها أو منبثقة من التلفزيون زي منصة شاهد مثلا استخدمت السمارت تي في وقاعدة تحط الأشياء العصرية اللي موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي, يعني تقدر توصل للمحتوى اللي تبغاه بسهولة, تقدر تعيده, تقدر توقفه, تقدر تشوفه وقت ما أنت حابب. صحيح. فهذه الأشياء كلها الجميلة التلفزيون أخذها ووظفها عنده بشكل يناسب العصر, لكن في النهاية هو تلفزيون. تمام. تذكرين زمان في برامج مثلا غير صباح الخير يا عرب لو كرتون على إعلاميات إعلاميين تأثرتي فيهم, يعني حدثينا شوي عن الذكريات. طبعا أنا درست إعلام والسبب أن أنا درست هذا المجال هو قدرة الإعلامي أو الإعلامية في التأثير على يومي وعلى حياتي. فأنا وأنا صغيرة صراحة البرامج اللي كنت أتفرج عليها بشكل دائم وكنت يعني أعيد الحلقة وأزيد فيها أوبرا وينفري أكيد على MBC4 وحتى شو اسمه يا ربي دكتور فيليب نفس الشيء كنت دائما أتفرج عليه وكنت أنبسط كيف يقدروا حتى لو حنا يعني المشكلة اللي هم قاعدين يقولونها ما بتأثر فينا شخصيا بس توسيع الأفق توسيع التفكير هذا الشيء جدا جميل وأثر فينا أنا شخصيا. عربيا أكيد كل برامج MBC كلامنا واعم. أنا جدا انبسطت أنه رجع لأنه رجع لي ذكريات أنا كنت أتفرج عليها وأنبسط مرة ومواضيعهم كمان تهمنا وتمسنا كثير اجتماعية. يعني على موضوع عن الأشياء اللي تمسنا سارة من الفرق ما بين مواقع التواصل الاجتماعي وما بين عالم التلفزيون أنه عالم التلفزيون فيه له خصوصية ما هي موجودة في الإنترنت. مع أنه الكثير يعتقد العكس أنه التلفزيون فورمال أكثر والسوشيال ميديا هو اللي يدخل البيت ويكون يكسر الخصوصية. اليوم لما نحن نتكلم عن التلفزيون نتكلم عن الخصوصية ليش؟ الإنترنت هو عالم مفتوح. إحنا نشوف اليوم وأنا فاتحة أشوف ريلز من كندا من الأردن من كثير دول, لكن لما أنا اليوم أتفرج على MBC أو تفرج على قناة لها علاقة بدولة معينة أنا أشوف برنامج يتكلم عن ثقافتي يتكلم عن المشاكل اللي المجتمع يعاني منها القضايا اللي تمسني أنا شخصيا وهالشيء جدا جميل ويأثر كمان في الأجيال ويأثر في أطفالنا فشيء جميل جدا أن نلاقي إلى الآن في قنوات تلفزيونية يعني هي مرتبطة ارتباط وثيق بالثقافة اللي إحنا جايين ويمكن أكبر مثال هو وجودك اليوم تغريد يعني مثلا كلنا نتابعك في السوشيال ميديا أقدر أعرف تغريد صحت من النوم راحت الجيم راحت تغدت راحت المول بس لما كنت موجودة الآن أقدر أشوف تغريد مختلفة يعني النظرة ثانية للتغريد ثقافتها كلامها طرحها للمواضيع يعني فعلا تقدر تكتشف التغريد الحقيقية أكثر من مع أن السوشيال ميديا موجود طول الوقت وبنحط بوستات طول الوقت بس ما تقدر تبيني فعلا أنت إيش تفكري وإيش تفكيرك وإيش وكيف تبغي تأثر على الناس. طب خلينا نقول التحديات يعني حتى انت هاني يعني انت ايش برايك التحديات اللي اكثر شيء تواجهها يواجه التلفزيون في اي صح والله غير مساله المصداقيه انا اشوف انه التلفزيون عنده مشكله في المحتوى وللاسف انه اذا التلفزيون ما نقدر نطلق عليه تلفزيون فقط حسب التلفزيون هل هذا التلفزيون هو رسمي هل هذا التلفزيون هو تجاري أهدافه رسائله لكن انا اعتقد انه الاعلام التقليدي وتحديدا التلفزيون صار في عنده مهزة بعد السوشيال ميديا وكثير من محتوى التلفزيون دخل بتخبط كبير صحيح. ما عرف كيف يوازن الأمور وصار ريسايكل للسوشيال ميديا أتصور الآن في أيامنا لا صار في هدوء أكثر عند بالشاشات صاروا يعرفوا يعادلوا يعني صار في الموضوع صار في موازنة وأتصور أنه ذكرت تغريد شيء مهم أنه التلفزيون لما جاء قالوا الناس راح يروح الراديو ولما يجي شيء الفيديو راح ولكن كل جهاز له جمهوره والشير قاعد يتسع الان اكثر او المشاهدات قاعد تتسع صحيح. اكثر فاتصور انه التحدي هو فقط في المحتوى في التلفزيون فقط يعني مطلوب يحسن اكثر من المحتوى ويكون اقرب للمشاهد لبيئته لثقافته يكون انعكاسه وان شاء الله يعني وانت ايش رايك تغريد يعني شوف اكبر تحدي يعني
أكبر تحدي للتلفزيون أتوقع، والحمد لله هذا ما ينطبق أبداً على مجموعة ام بي سي وعلى ام بي سي 1. لا بس أنا أتكلم ليه، لأن الآن في العالم على فكرة في أكثر من 5000 قناة تلفزيونية، تخيلوا. فبالتأكيد لما الواحد قاعد على التلفزيون يقلب القنوات رح يلاقي فيه فرق كبير ما بين المحتوى. في قناة 100% تقول هذه قاعدة تموت، وين يعني ما فيها أي حرق، ما فيها عصرية. وفي قنوات أخرى زي ما ذكرنا أنها قدرت تستخدم أشياء كثير جميلة في السوشيال ميديا وتطبقها عندها، بس برضو تربط المشاهد العربي بإيش أهم شيء الأشخاص اليوم. هاني أنت الآن لو غردت باستخدام تويتر أو كتبتي حطيت ستوري على إنستغرام سارة وذكرتي خبر، العالم راح تشوف الخبر بشكل موثوق ومصداقي أكثر من واحد انفلونسر أكثر أو مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه هذا الشخص في النهاية ما عنده باك بون أو عمود فقري يعني استند عليه، وهي قناة تلفزيونية مهمة فعلا اللي فيها فرق كبيرة، اللي فيها تيمز كبيرة وكلهم فيها بيست اون ريسيرش بيست اون شهادات. أقبل سارة تطلع على اليوم على شاشة زي ام بي سي، ليش؟ ايش عندها سارة؟ اكيد لها خبرة، عندها دراسة في هذا المجال. نعم. بالتأكيد الموضوع مو سهل يعني.